بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور حمزة السيوف، استشاري أعصاب دماغ أطفال البورد الأمريكي، مركز كيدز نيورو كلينيك. اليوم حنتكلم استطرادا على علاقة التوحد، وكيف أنه التوحد هو عبارة عن مرض عصبي نفسي، وأنه يجب أن يتم علاجه زي أي مرض عصبي نفسي. فزي ما حكينا بالحلقة السابقة أنه طفل التوحد عنده أعراض من كل بستان زهرة، يعني من جميع الأمراض العصبية النفسية اللي عند الأطفال يكون عند طفل التوحد أعراض منها. فتجد عند طفل التوحد عدم قدرة على التواصل البصري، عدم قدرة على التركيز، فرط حركة، حركات نمطية، تقلب في النوم، تقلب في المزاج، كلام مع نفسه، ضحك بدون سبب إلى آخره. فلو أتينا وحللنا هذه الأعراض وجدنا أنه الطفل عدم قدرة على التركيز هي من عدم قدرة على من مرض عدم قدرة على التركيز وفرط الحركة، كلام مع نفسه وضحك بدون سبب هي من أعراض الذهان، الخوف الشديد والتقلب في المزاج من أعراض المود ديس أوردر والمزاج والعصبية، الشراسة هو عرض من أعراض كوندكت ديس أوردر أو أمراض الإيذاء الغير. من العجيب أنه إذا وجد واحد من هالأعراض هاي في طفل طبيعي نقوم بعلاجه. يعني كان عندي طفل طبيعي لا يعاني من التوحد وكان عنده عدم قدرة على التركيز، من البديهي ومن الطبيعي ومما لا يختلف عليه اثنان أن نقوم بعلاج هذا الطفل. إذا كان عندي طفل عدم قدرة على النوم أو خوف شديد أو قلق أو تقلب في المزاج وكان هذا الطفل طبيعي نقوم بعلاجه، ولكن عندما تجتمع هاي الأعراض جميعا في طفل التوحد والذي من باب أولى أن يتم علاجه، لأنه هذا الطفل يكون عادة عرضة إلى إعاقة عقلية ونفسية قد تستمر إلى بقية حياته، فإننا لا نقوم بعلاجه أين المنطق. وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية اللي كان نواة وأساس لنجاحنا في علاج التوحد ونشر حالات شفاء التوحد. الآن حنتكلم أنه طفل التوحد عادة ما يكون عنده عدم قدرة على التركيز، وأحيانا يكون عنده فرط حركة وعدم قدرة على تجميع المعلومات. دائما نقول للأهالي لو إن في علاج هذا الطفل التوحد فقط استطعنا إن نقوم برفع تركيز هذا الطفل وعلاج عدم قدرة على التركيز أو فرط الحركة، وقمنا برفع تركيزه من مثلا 10% إلى 80%، فإن ذلك سوف يؤدي إلى تحسن الطفل في الاستيعاب وحفظ المعلومات 8 مرات، وهذه بحد ذاتها تسهل عملية علاج الطفل وتحسنه وتسرع في ذلك 8 مرات. طفل عنده فرط حركة ومع تركيز أو بدون مشكلة بالتركيز، فإنه إذا قمنا بتهدئة هذا الطفل فإن نحن نهيئ المجال لأن الطفل يكون عنده قابلية أكثر أنه يقعد في حصص التدريب اللي هي السلوكية أو التخاطب أو الوظيفي. فمعناته علاج هذه الأعراض، وأول عرض تكلمنا عنه هو عدم قدرة على التركيز، مما لا شك فيه يؤدي إلى تحسن طفل التوحد ويؤتي ثمار أكثر في علاج طفل عن طريق علاجات المداعمة زي علاج التخاطب الوظيفي والسلوكي. حنتكلم بالحلقات الثانية عن الأعراض الأخرى وكيف أنه علاجها سوف يؤدي إلى تحسن طفل التوحد. أعطيكم العافية. دكتور حمزة السيوف، كيدز نيورو.